مشاهدي بيت الكل، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا شباب. اقول لكم حاجه، يا ريت انا دي هتكون من اسعد الحلقات ليا. السبب نتفق، السبب انه تاريخ انا عشته وتاريخ عاشه كل المصريين. صح. لما انت بتعيش تاريخ وبتعيش لحظاته وبتحس ان انت كنت موجود وصانع بصوتك كان عادي للحريه، مش بس سمعت عنه. في فرق لما تكوني قراتيه او سمعتيه وفعلا لما تعيش اللحظات هاي. صحيح. تشعري، وحتى بيكون في مسؤوليه كيف بدك تحكيها للاشخاص حواليك او الجيل اللي جاي، وازاي تكون صادق وانت بتحكي. مش لحالك شايف كتابتي هذه القضيه، ممكن تحكي عنها مستقبلا. عمليا العالم تبعها والمحيط العربي تبعها باهتمام بالغ وقوي، وكان ينتظر هذه النتائج اللي بنشوفها اليوم عمليا على الارض من نهضه كبيره. حتى تابعنا كل الاحداث اللي مرت، كنا قلبا وقالبا مع اخوتنا في مصر حقيقه. اذا هو 30 يونيو العظيم، نعم هو تاريخ عظيم، عظيم لكل بيت في مصر، عظيم لكل شعب مصر، عظيم لكل مواطن ومواطنة موجودين على أرض مصر، وأيضا لكل البلدان العربية اللي كانت محبة ومشاركة معانا، وكأنهم يقفون في الشارع المصري ويهتفون تحيا مصر، تحيا الحضارة، تحيا الحرية، تحيا أن تعيش على بلدك كما هي دون أن يغتصبها أحد بكلمة أو يأخذ حقها أو يغير من هويتها. فعلا شافكي، وكثير من هذه اللحظات كانت موجودة تاريخيا، ولكن الأهم هو الوئام والتلاحم بين الدول العربية في العلاقات المشتركة، سواء كانت اقتصادية، سياسية أو غيرها من الأمور. مثلا بين مصر والأردن دائما هناك تنسيق في المواقف، العمل على محاربة الإرهاب، وحتى موقفهم الثابت من تجاه القضية الفلسطينية. هذا التناغم سواء كان في التحالفات ما بين العراق الشقيق فلسطين حبيبي وأيضا مصر والأردن، يؤكد على مدى أهمية العلاقات المشتركة، وأيضا إيصال رسالة واحدة بأننا واحد بغض النظر عن الدولة. إذن هي ثورة 30 من يونيو حزيران التي نحتفل هذا المساء بذكراها التاسعة، وهي ذكرى جميلة لأننا كما أسلفنا قبل قليل نتابع مخرجات هذه الثورة على الأرض من نهضة ومن أمن وأمان على الصعيد المصري، شكلت على مفارقة عمليا في التاريخ المصري، وكذلك كان لما يحدث اليوم آثار ليس فقط على مصر ولكن على المحيط الإقليمي والعربي. بالتأكيد يا خميس، حقيقة عندما نتحدث عن 30 يونيو حقيقة هي إشراقة الشمس على هذا البلد، عندما توحد الشعب وقال كلمة الفصل باختيار مصيرهم الحقيقي لبناء مصر، مصر التي اعتادت على الفن وعلى الثقافة وعلى الإبداع وعلى الحضارة المتجذرة لهذا البلد، كانت رافضة لكل مظاهر وأشكال الإرهاب التي حاولت إبعاد مصر عن الشمس. وقفنا كعراقيين وكعرب موقف قلبا وقالبا، وانتمينا جزءا كبيرا من هذا البلد العظيم، لأن جميع بلداننا العربية مرت بمراحل كان الإرهاب يحاول قتل الحياة فيها، لكن مصر قالت كلمتها النهائية وتحررت وأنتجت. فحقيقة تستحق مصر بأن تكون في المقدمة من خلال هذه الثورة العظيمة التي غيرت معالم الخارطة العربية لكل البلدان العربية، بأن يقول المواطن العربي كلمة الفصل في انتماء لبلده وتحديد المسارات الحقيقية كي تشرق الشمس من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، في حياة الأمم والشعوب أيام ليست كغيرها من الأيام، يكاد الزمن عندها يتوقف ويتباطأ دوران عجلة التاريخ احتراماً لإرادة الأمة عندما تريد الحياة، والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله. بحكم تاريخها المديد مرت على أمتنا العريقة أيام مثل تلك، من بينها بل ومن أمجدها يوم 30 من يونيو 2013، الذي سيبقى خالدا في وجداننا جيلا بعد جيل. إن ثورة 30 من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لحظة
اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم. اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم، لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة وصبرهم لم يكن إلا صلابة وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن. في ثورة 30 يونيو كان صوت مصر هادراً ومسموعاً يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد، أن بمقدوره خداع شعبها العريق. وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على 9 مدن مصر وقراها دستوراً مباشراً نابعاً من ضميرهم الشعبي، عنوانه أن مصر للمصريين، ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين. شعب مصر العظيم، إن روح ثورة 30 يونيو بما تمثله من تحد وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، شعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة. بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا، وبئس ما تمنوا، واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفاً ملعوناً بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا. تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة، وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجدداً بإذن الله وبتماسكنا ووحدتنا. وواجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق، فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم، كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية. يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ولم نكتفي بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم، بل مضينا في المسارين معا، البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل. فانطلقت سواعد أبنائنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد وتقيم بإذن الله للمجد قواعد جديدة. ولأن هذا المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يضيع هدرا، فقد أصبح سندنا الآن في مواجهة 2 من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. فلا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة، وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا. وأقول لكم بكل الصدق إنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهد بذلك القاسي والداني، ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية
أمرا في غاية الصعوبة. شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب عيونها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر. وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق، فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة من انعكاساتها المحلية، وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم، وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا. شعب مصر الأبي الكريم، في الختام، لا يسعنا بينما نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النعمة الغالية، نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار. نتذكر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة، ونقول لأسرهم وزويهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن الأصيل الذي أبدا لا ينسى فضلهم. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصر في سلام وأمان وتقدم. وبكم جميعا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكر والله يعني 30 يوليو ده كان نقطة تحول لمصر، دي اللي نزلنا وقفنا فيها، يعني اللي كانت البلد راحة في سكة تانية، وهي دي الوحيدة اللي نزلنا فيها في 30/6، وربنا أنقذ البلد دي. الله يبارك له السيسي، والله الراجل محترم، أنقذنا وأنقذ البلد من بلاوي كتير. أنا بحب السيسي. اليوم الثورة دي ولادي، أنا معايا 9 أولاد، 5 صبيان و4 بنات، ولادي البنات نزلوا متعلمين ونزلوا والله في الثورة وبقوا فرحانين. عايز أقول ربنا يخلي لينا وينصره ويعينه. المرة دي كانت ثورة تصحيح بالنسبة لنا، صححت مسار العامل التاه، ترابط يعني الشعب المصري مرة تانية، ورجع بعظمته وحبيته والاستقرار، استقرار الدولة. فاكرة أن الشباب والبلد كلها نزلت لإحياء ثورة في ميدان التحرير. يوم 30/6 كان يوم فرحة بالنسبة لنا، نزلنا أنا والأسرة، أنا والزوجة وأولادي الحسيني ومحمد، وكان يوم جميل بالنسبة لنا جدا، وقضينا يوم جميل، وطبعا كان بالنسبة لنا هي دي الحرية الكاملة بالنسبة لنا. طبعا فاكره، حد ينسى اليوم ده؟ يوم عظيم في تاريخ مصر، أعظم يوم في تاريخ مصر الحديثة يعتبر، يعني لأن الشعب نزل وقال كلمته. نزلت أنا وأصحابي زمايلي في الشغل، كان في يجي 3-4 مليون ناس، كان حاجة عظمة مش هتكرر تاني الموقف ده. أحلى يوم، الشعب كله نزل وزحمة مليها وصف بالملايين، وكانوا يعني مقتنعين بكل اللي هم عملوه وهم موجودين في الشارع، وربنا نصفنا والحمد لله البلد بقت زي الفل دلوقتي. اليوم مصر نقدر نحكي إن هي صمام الأمان، وهي اللي بتقود السفينة لبر الأمان، هي رح تقود الأمة العربية كلها لمجتمع مزدهر أكتر وأمة مزدهرة أكتر. طالما كانت مصر هي حاضنة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حكومة وجيشا وشعبا، يعني دائما الشعب المصري القضية الفلسطينية في قلبه وفي عقله، ودائما هم الأول والأخير كان القضية الفلسطينية. اليوم مصر تؤسس لجمهورية جديدة على المستوى التنموي، وهذا يتطلب دور فاعل على كل النطاقات.
اليوم هي تقدم الكثير على مستوى أفريقيا، على مستوى الاستثمار، على مستوى التأثير، على مستوى الفاعلية، وهي لاعب ضليع ومنخرط بكل الملفات الإقليمية. مصر تاريخياً معروف أنها هي بوابة هذه المنطقة، فحال مصر عندما يكون مستقر وعندما تكون الأراضي المصرية متحدة، إذن المنطقة العربية بخير. ولكن أدارت الإدارة المصرية وتحديداً الجيش أو المؤسسة الوطنية المصرية من جيش وقيادات، رغم ما دفع من أثمان غالية في مصر، أدارت الأزمة يعني وكانت نموذج يحتذى به تاريخياً. مصر كانت ومثلت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها إجراءات الاحتلال، ومصر هي التي أوقفت الانهيار العربي في ما يسمى الربيع العربي اللي كان هو باعتبار خريف، وكان يهدف إلى استهداف الأمة العربية وقلب الموازين. وإحنا بننظر للجيش المصري أنه هذه الصخرة، ونوجه له التحية بأنه أوقف هذه المهزلة العالمية اللي كانت تقودها القوى الشر. مكانة مصر اليوم هي مكانة ساندة وداعمة للحالة الفلسطينية وللصمود الفلسطيني، ونعتقد أن سلامة مصر هي سلامة الأمة العربية بشكل كامل. اليوم ومن قلب المحروسة سنتحدث معكم مع هذا التاريخ 30 يونيو. ضيفنا هو سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، للحديث عن هذا اليوم العظيم في تاريخ مصر وتأثيره على المنطقة العربية وعلى دولنا العربية. معالي السفير، رحب بيك في بيت الكل، وأهلا بيك على كل شاشات العربية في يوم تاريخي زي 30 يونيو. أهلا وسهلا. يعني معليك، بداية خلينا نتحدث عن فترة ما قبل 30 يونيو، وكيف هذا الحدث أثر على أو هذه المرحلة المفصلية بنقدر نحكي أثرت على تاريخ مصر بشكل عام. في إطار مصر، أنا شخصيا بديت أنزل ميدان التحرير يوميا، ومن اعتبارا من 11 فبراير حتى 26 يوليو 2013، وبالمناسبة 26 يونيو 2013 بدء المظاهرات الجماهيرية اللي هي كانت بدء ثورة 30 يونيو، كنت في ميدان التحرير يوميا. 3 يوليو 2013 القوات المسلحة ممثلة في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وتدخلت لتصحيح المسار. وهنا دعنا نستوقفك سعادة السفير ونسأل عن تأثير الشارع المصري في هذه الفترة الزمنية التي أشرت إليها من 26 حتى 30 من يونيو، قبل أن نسأل عن أثر الإنجاز الكبير وما تحقق ونجاح الثورة على المجتمع المصري، على الداخل المصري، على الشارع المصري، وكذلك على المحيط العربي وعلى العالم الذي كان يرقب ويترقب يعني بشغف كبير، و يعني نتائج ما سيحدث على الأرض خلال هذه الفترة الزمنية الحساسة والحاسمة عمليا. الشعب المصري في الفترة من يونيو 2012 حتى 26 يونيو 2013 شعر أن الدولة الوطنية المصرية تسرق منه. صحيح، ده شعورنا. لهذا فرحة الشعب المصري بالخلاص من حكم جماعة كانت تعمل ليلا نهارا لاختزال الدولة المصرية في الجماعة. عشان كده، عشان أجسد لكم المنظر، الجماهير المواطنين يرفعون العلم المصري بامتداد كوبري أصليمين. علم مصر من أول كوبري أصليمين لنهايته، وكلنا ماسكين ورافعين. الشعب المصري أدرك بحسه التاريخي ما تحيك هذه الجماعة ضد الدولة الوطنية المصرية. الدولة الوطنية المصرية في الوعي التاريخي المصري هي ملك الجميع. يعني إيه ملك الجميع؟ يعني هي فوق أي انتماء سياسي أو أي انتماء ديني
أو أي انتماء طائفي. ما عليك، عذرا على المقاطعة. طبعا راح نتحدث بأدق التفاصيل حول هذه القضية. أيضا نود أن نتحدث عن هذه الثورة حقيقة وتأثيراتها على البلدان العربية في إعطاء ناقوس خطر للبلدان العربية بالابتعاد عن المجاميع المتطرفة بكل مسمياتها التي تحاول القضاء على البلدان العربية. استسمحك دقائق قصيرة، نروح لفاصل قصير وبعدين نكون متواصلين. إذا مشاهدينا فاصل قصير وبعدين نكون متواصلين. حقيقة عندما تسلم الرئيس السيسي زمام الأمور بدأ في البداية ببناء إمكانات مصر الداخلية، وشهدت مصر خلال تلك الفترة تطور ملحوظ في بنيتها التحتية وإقامة المشاريع الكبيرة وتحسن مستوى النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية وهي الأهم، تلك التي تتعلق بالإقليم، عادت مصر لتشكل محور أساس في البناء على صعيد الإقليم، وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية والعمل العربي المشترك. صراحة يعني شهدت مصر في فترة ما بعد الثورة تطور كبير وعلى جميع الأصعدة، ولا سيما في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. خلال الثورة انهارت الأسواق بسبب عدم ثقة المستثمرين في المستقبل ما بعد الثورة، لكن مباشرة ضمن الإجراءات اللي تمت، الإصلاحات اللي تمت، كان هنالك ثقة كبيرة من الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد المصري. بقي المستثمرون الموجودين في مصر، بقيوا لم يقوموا ببيع استثماراتهم، بل تم جذب المزيد من الاستثمارات في عهد ما بعد الثورة. ومن تلك اللحظة انطلقت مصر يعني على جميع الأصعدة العالمية، كان هنالك تطور كبير في هنالك موضوع الأمن الغذائي، كان هنالك توجه كبير الآن لديهم زراعة مساحات كبيرة جدا من القمح في مجال الأمن الغذائي، يعني إدراك الإدارة المصرية أن هنالك يجب أن يكون الاعتماد على النفس لوجود العديد من الموارد الاقتصادية الغير مستغلة بشكل كبير في مصر. فمصر كما تعرف مساحات كبيرة، وجود نهر النيل، الدلتا، القطاع السياحي مورد كبير جدا. يعني كذلك شهدت ما قبل الثورة يعني عدم ثقة السياح الأجانب والمشاكل الأمنية، لكن في أحد الإدارة الجديدة هنالك يعني موضوع الأمن كان هنالك تركيز كبير، وبالتالي هنالك أعطى ثقة للسياح الأجانب، بخصوصا شرم الشيخ كوجهة عالمية والأهرامات ومصر، فهي يعني تشكل مساهمة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي لدولة مصر، جمهورية مصر الشقيقة، وهم أدركوا ذلك ويشتغلون بذلك يعني بشكل يعني متقن وعالي. فمصر هنالك كان تطور كبير على جميع الأصعدة. شهدت مصر في الفترة الأخيرة إصلاحات اقتصادية واسعة، نشهد ذلك من خلال تقرير البنك الدولي، حيث صرح البنك الدولي أن فترة النمو كانت قصيرة بعد الثورة التي شهدتها مصر، حيث واجهت مصر العديد من التحديات لكننا كان الاقتصاد المصري قوي. كذلك مصر شهدت توقيع اتفاقيات دولية اقتصادية نشهدها في جميع دول العالم. المنتجات المصرية أصبحت رائجة في دول لم تشهد قبل الثورة هذا الرواج. كذلك أن مصر أصبحت ذات شأن اقتصادي عالي. السياسات الإصلاحية في مصر واسعة، شملت جميع الأشكال الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص المواطن وما يخص الدولة وما يخص السياسات الدولية. في الحقيقة شهدت مصر تطورا سياسيا واقتصاديا وفي جميع المجالات في الآونة الأخيرة ما بعد الثورة، وهذا الشيء أدى إلى أن تكون هي إحدى البوابات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي بشكل عام. وهذا الشيء أولت الدولة المصرية اهتمامها في المدن الجديدة واستحداث مدن جديدة وسياحية. هذا طبعا رفض الدولة من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية كمان اللي هي عزز علاقاتها مع دول العالم الخارجي. رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل لإكمال حلقتنا من برنامج بيت الكل، وحقيقة نتحدث ونبارك للشعب المصري في هذه الثورة العظيمة التي حققت منجزاتها، ونحن نشاهد اليوم واقعها على الأرض بتحديات كبيرة، وأيضا التطلع المصري بالانتماء العربي الواحد. ما عليك نتحدث عن هذه الثورة، حقيقة فيها كثير من المعطيات بالنسبة كبلدان عربية. هل كشفت هذه الثورة الوجه الحقيقي للإرهاب بكل مسمياته، بالابتعاد عن المجاميع المتطرفة التي حاولت النيل من كل البلدان العربية، حتى على صعيد العراق دخلت لنا المجاميع التي تدعي الإسلام بوجه داعش، بوجه تنظيم القاعدة، بكثير من المسميات التي تحاول قتل الحياة في البلدان العربية؟ ثورة 30 يونيو مصريا وعربيا وإقليميا
تعد انتصارا لفكرة الدولة الوطنية، الدولة التي تعلو على أي نوع من الانتماء. خليني أقول إنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر طريقا جديدا للإصلاح، بناء، تعمير، وأيضا القضاء على الإرهاب. ما مدى بقى تأثير ده على المنطقة العربية كشكل جديد تاني تعود به مصر لهيبتها ووجودها أيضا ودعمها للمنطقة العربية؟ رأيي الشخصي أن أبرز وأهم إنجاز لثورة 30 يونيو هو إعادة بناء الدولة الوطنية. وطبعا مصر تتحدث كثيرا عن الدولة الوطنية في الإطار المصري والإطار العربي، لأنه إذا احنا استعرضنا اللي حدث في العالم العربي من 2000 من ديسمبر 2010 وحتى يونيو 2013 هو فعلا انهيار مؤسسات الدولة الوطنية لصالح جماعات خارجة عن الانتماء الوطني. انتمائها ليس للوطن، هو انتمائها لما وراء الوطن، وانتماءاتها مش انتماءات نابعة من تاريخ أوطان العربية. ثورة 30 يونيو أعادت الميزان، لكن على امتداد العالم العربي التحديات ما زالت قائمة. يعني مش لازم ونحن بنحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ان احنا نعتقد ان النصر نهائي. لا، في مواجهة، سواء كانت مواجهة علنية او تحت السطح، ما زالت بين القوى الظلامية، الجماعات المارقة عن الوطن وعن الدولة، وفكرة الدولة الوطنية. ولهذا ثورة 30 يونيو نستطيع أن نقول إن هي ما زالت مستمرة. صحيح. إن هي ما زالت مستمرة كفكرة وكحركة. التحدي أمام بعض الدول العربية هو كيفية مؤسسة هذه الحركة الجماهيرية. التعاون ما بين يعني الدول العربية، هناك مسؤولية كبيرة تجاهها في التعاون فيما بينها. يعني مصر استطاعت بإرادة الشعب والقوات المسلحة في هذا اليوم من الخلاص، ولكن كما ذكرت بأنه يجب على الدول الوعي دائما والتعاون فيما بعضهم لمحاولة إبعاد هذا الخطر. اسمح لي أن نتابع معاليك هذا التقرير عن العلاقات المصرية الفلسطينية، ونعود لنكمل حلقتنا اليوم من بيت الكل. خليكم معنا. هي ثورة 30 من يونيو حزيران التي وصفها الرئيس أبو مازن بالمعجزة الحقيقية، والتي نجح خلالها الشعب المصري العظيم في تخليص بلاده من الظلامية، وقد شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر عندما قاد الشعب بفطرته الوطنية معركة الخلاص من براثن الرجعية والإفك والظلام والهلاك والغياب. مصر السند والذخر القومي والعمق الاستراتيجي للأمة بكافة مكوناتها الدينية والعرقية ومشاربها الثقافية وكافة تشكيلاتها الآدمية، لطالما كانت في عين الاستهداف لغرض إزاحتها من دائرة الفعل والتأثير إلى دائرة العوز والفاق والهوان ولا فعل. وبذلك يتمكن الطغاة المرتدون دينيا ووطنيا من مصادرة حرية وإرادة المصريين والسيطرة على مقدرات مصر ومواردها وجعل مستقبل أبنائها في مهب الضياع والخسران، وذلك امتثالا لرغبات ونوازع تيارات مأفونة وأحزاب وجماعات ارتضت لنفسها الخسة والعار ومخالفة أوامر الله وشرعه الحنيف السمح، وقد تلحفوا بعباءة الدين زورا وبهتانا. هي مصر إذن التي تعافت من شرور أدعياء الدين روحا وجسدا وتاريخا وقيمة،
لتواصل دورها الريادي الطلعي في رفعة شأنها منزلة وقدرا وتأثيرا، ولتذود عن حواضر العرب، وهذا دورها بلا وجل ولا منة. وبحجم وفاء مصر التاريخي لفلسطين، كانت وقفة القيادة الفلسطينية ممثلة بشخص الرئيس أبو مازن وقفة عز وأنفة، حيث واظب سيادته على أداء مهام عمل محددة وذات طبيعة مركبة، هدفها تخليص مصر من ظرفها الطارئ بما يحويه من مخاطر على أمنها الاستراتيجي من إرهاب الجماعات الضالة. وكان أن أثمرت هذه الجهود الخيرة بأن تجاوزت مصر محنتها. هو خريف ثقيل تلاه ربيع أينع انتصارا بفضل دم شهداء مصر الطاهر الزكي وبهمة جيشها الذي يعتنق عقيدة لا انفصام فيها ولا تأويل. إنه جيش مصر الحاضر عندما تقتضي الحاجة. هذا الحضور هو من أرسى قواعد علاقة متينة مع الشعب، وتجلى ذلك عندما تكامل الجيش والشعب في ملحمة الخلاص، وكان النصر حتميا بفضل هذا التكامل، ولتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية على رأس أمة العرب، واحة من العطاء والنماء والتطور. حمى الله مصر وشعبها ضمانة أكيدة لتحرير فلسطين وشعبها من براثن الاحتلال المقيت. عاشت مصر، عاشت فلسطين، وعاشت ذكرى الثلاثين من يونيو حزيران. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد ومكملين معكم هذه الحلقة وهذا الحوار يعني معاليك. عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن قضية الفلسطينية، وهي قضية مشتركة ومحور بين الدول بموقفهم تجاه هذه القضية، سواء كان من الأردن، من العراق، من مصر. يعني عندما نتحدث عن هذه القضية أو تجاه العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف ما بين الدول، بين مصر والعراق وفلسطين وغيرها، نخص الآن مصر وفلسطين. حدثنا ماذا حصل وما هي المخرجات ما بعد 30 يونيو؟ هو طبعا بداية القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري، وقبل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني هي قضية الشعب المصري. ده تاريخيا الوضع لم يتغير حتى اليوم ولن يتغير، وبالتالي من ثوابت السياسة الخارجية المصرية هو تأييد والوقوف إلى جانب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودوت بيجسده التزام مصر بحل الدولتين. ثورة 30 يونيو أعادت الأمور إلى طبيعتها، إن الدولة المصرية، الدولة الوطنية المصرية بتتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق وطني ومن منطلق قومي. ثانيا، مصر لما بتتحرك في مجال القضية الفلسطينية بتتحرك بالتعاون والتنسيق مع الأردن، ورأينا وتابعنا خلال السنوات القليلة الماضية التنسيق على أعلى مستوى بين القاهرة وعمان، ثم مع دول المشرق من بينها العراق. كذلك سعد سفير، اسمح لنا أن نرصد أيضا طبيعة العلاقات المصرية العربية. هذه المرة نتحدث عن علاقات أردنية مصرية من خلال هذا التقرير. نتابع معا ونستكمل بعد التقرير الحوار إن شاء الله. حالة استثنائية مميزة من الروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الوثيقة، العلاقات الأردنية المصرية، علاقات ضاربة جذورها في عمق التاريخ. وقد تميزت العلاقات على الدوام بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، إضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي العربي والإقليمي بدعم وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي. عندما نتكلم عن العلاقات الأردنية المصرية، هي دائما وأبدا علاقات كانت في صالح الأمة العربية وفي صالح
العلاقات الثنائية. الأردن كان حريصا دائما على أن يكون هناك علاقة مستقرة وأجواء مستقرة في الدول العربية وخاصة الشقيقة الكبرى وهي مصر. ما تعرضت له مصر بعد عام 2011 أقلق الأردن سواء على المستوى السياسي والمستوى القيادة ومستوى الشعب، فكان دائما الأردن يسعى لأن يصل إلى نتيجة مفادها أن مصر يجب أن تبقى مستقرة ويجب أن يبقى المجتمع المصري مستقرا ويجب أن يبقى موحدا. ملفات أساسية عديدة يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير، على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفا أساسيا فيها، وما زالتا تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تتفق رؤى الدولتين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية. وتأكيدا على علاقات الأخوية بين البلدين، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات والمحافل الدولية والزيارات المتبادلة بحث فيها قضايا ثنائية وإقليمية ودولية. وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى القطاعات زخما كبيرا أكده انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهي اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية. ويشكل الأردن بوابة مصر إلى دول غرب آسيا، كما تشكل مصر بوابة عبور للأردن إلى القارة السمراء، والأردن هو ثاني دولة من حيث تعداد العمالة المصرية فيها خارج مصر. نحن في الأردن نفخر بوجود العمالة المصرية والتي تشكل حالة فريدة صراحة في بناء أيضا الدولة الأردنية والمساهمة في بناء الدولة مع أبناء الوطن وأبناء الأردن. ونحن نعتبر وجود العمالة المصرية هي إضافة أيضا لهذا البلد ولمكونات الشعب الأردني ومن يسكن على هذه الأرض. وفي المقابل يدرس عدد كبير من الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية، كما يزور مصر أعداد كبيرة من الأردنيين بقصد السياحة. العلاقات الأردنية المصرية ترتكز على التكاملية والتشاركية، وتضع مصلحة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين على رأس الأولويات. شادي الشخامبة، التلفزيون الأردني. شاهدينا أهلا من جديد، بعد أن تابعنا هذا التقرير الذي تحدث عن العلاقات المصرية الأردنية، سعد السفير، كيف يعني ترى وتقيم في هذه المرحلة طبيعة العلاقات الأردنية المصرية وكذلك العراق؟ يعني طبعا العلاقات المصرية الأردنية والعلاقات المصرية العراقية شهدت تطورات كبيرة، ويكفيني الإشارة إلى أنه منذ مارس 2020 تم الإعلان عن آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي، وعقدت في إطار هذه الآلية أربع قمم مصرية أردنية عراقية ما بين القاهرة وعمان وبغداد، ولأول مرة رئيس مصري يقوم بزيارة بغداد، أول مرة منذ عام 1990. فزار الرئيس السيسي بغداد في يونيو 2021، ثم شارك في أغسطس 2021 في القمة التي دعت إليها الحكومة العراقية لدول الجوار من أجل إرساء قواعد للتعاون العربي الإقليمي من أجل الأمن والاستقرار. فالعلاقات المصرية الأردنية العراقية خدت شكل فعال، شكل في مجموعة من الاتفاقيات تم التوقيع عليها بين الدول الثلاثة للتعاون في المستقبل في مجال الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي، في مجال النقل، في مجال البناء والإعمار،
فصورة العلاقات المصرية الأردنية العراقية هي بتتمشى مع متطلبات المستقبل، ومصر حريصة كل الحرص على مزيد من التعاون مع كل من الأردن والعراق، انطلاقا من قناعتها انه ترسيخ هذا التعاون يساهم بشكل فعال في استتباب الأمن والاستقرار في منطقة شرقها. أنا عايز أرجع تاني للثورة، لأنه اليوم نحن نتحدث عن تاريخ مهم جدا في الأوراق المصرية، وتاريخ يعني إحنا كلنا عايشين وعشناه. لحظة 30 يونيو هي لحظة تاريخية بالفعل، وأعتقد أن التاريخ سيكتب أمامها أنها لحظة استثنائية، لأن هي فيها قرار شعب، وقرار شعب خلى يبقى فيه قرار جيش أو قرار قوات مسلحة تحمي شعبها وتقرر بإنهاء الحكم الإخواني حتى وإن كان ندفع الثمن حتى هذه اللحظة. فحضرتك قول لنا هذه اللحظة الاستثنائية كثورة ما فيهاش دموية، ولكنها ثورة شعب خرج بنفسه عن بكرة أبيه بأولاده وفئاته بكباره وصغاره إلى الشارع. كيف ستكون هذه الثورة سيسجلها التاريخ تحت أي بند؟ حضرتك، هل ثورة 30 يونيو انتهت؟ لا، ثورة 30 يونيو لم تنتهي بعد. ثورة 30 يونيو هنستطيع أن نقول إن هي حققت أهدافها عندما يتم ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، وعندما ننجح في، لن أقول القضاء لأنه لا يمكن القضاء بصفة نهائية على الأفكار والمعتقدات، وإنما في احتواء الأفكار والمعتقدات المضادة لفكرة الدولة الوطنية والتي تتبناها جماعات الإسلام السياسي في مصر بمختلف تسمياتها. فثورة 30 يونيو لها مكانتها في تاريخ الثورات المصرية، لكن هي مما لا شك فيه هي ثورة شعب. ثورة شعب خرج ليواجه جماعات مسلحة بدون أن يحمل سلاح. المواطنين المصريين اللي تظاهروا في الفترة من 26 يونيو إلى 3 يوليو 2013 نزلوا إلى الشوارع بدون سلاح، لكن الشعب المصري لم يرهب الموت. صحيح. اسمح لي يعني معالي السفير، عندما نتحدث عن هذه الثورة اكتسبت طبيعة خاصة نوعا ما، لأنها لم تكن ثورة دموية ولم يكن هناك دماء في أحداث 30 من يونيو. حدثنا أكثر، وما الذي منح هذه الثورة هذه الخصوصية؟ الشعب المصري بيعتز أن ثوراته وانتفاضاته دائما بعيدة عن الدماء. في 25 يناير الوضع كان غير كده، أو بدل ما أقول 25 يناير، اعتبارا من 28 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو الوضع كان غير كده. كان في تهديدات علنية وصريحة من هذه الجماعات ومن قيادات هذه الجماعات بإشهار السلاح في وجه الشعب المصري، لكن الشعب المصري لم يهتز، والشعب المصري انتصر في 30 يونيو على هذه الدعاوي. وصراحة يعني الشعب المصري هيظل دائما بعيدا عن إراقة الدماء، بالرغم من التهديدات يلجأ دائما إلى الطرق السلمية في تحقيق أهدافه. سعادة السفير، عندما نتحدث عن ثورة ناجحة بكل المعايير أحدثت تغييرا وبات المواطن المصري وكذلك المتابع في العالم وفي المحيط العربي يشاهد التفاصيل الدقيقة والتغيير في الدولة المصرية، كيف يمكن للشعوب العربية أن تستفيد من هذه التجربة؟ تجربة غنية بكل ما حملته من معايير ومقاييس وأداء على الأرض. يعني أنا أعتقد حضرتك أنه المسؤولية في هذا الشأن تقع على ما يمكن أن نسميه الجماعة الوطنية في كل دولة عربية. والجماعة الوطنية هي الجماعة التي تنتمي للوطن
بعيدا عن أي انتماءات ذات طابع ديني أو مذهبي أو طائفي. بمعنى آخر أن الدولة فوق الدين وفوق المذهب وفوق الطائفة. عندما نصل إلى هذه المرحلة نستطيع أن نقول أن التجربة المصرية ممكن استنساخها أو ممكن تكرارها في بعض الدول العربية. معاليك عذرا على المقاطعة، بعد هذا الحديث اللي تحدثت به جنابك بعد 30 يونيو شاهدنا كثير من التفصيلات المتشابهة في بلداننا العربية، كان على صعيد العراق في مواجهة الإرهاب في كل أشكاله، وأيضا مصر في 30 يونيو وقبلها محاولة رفض مظاهر التي لا تنتمي إلى الحضارة المصرية أو العراقية أو بلداننا العربية بصورة عامة. نعرف بأن الحياد عن الأوطان خيانة في بعض في كل الأوقات، يعني كيف نستطيع أن نعيد هذه الذاكرة لدى المجتمع العربي في تثقيف وتوعية النشء القادم من شبابنا من الجيل المراهقين اللي يمكن ما حضروا الأحداث التي مرت قبل أعوام 10 سنوات أو 20 سنة، كيف نثقف بلداننا العربية في هذا الجانب؟ طبعا الإعلام عليه دور كبير جدا في هذا الشأن، على أساس أن الإعلام بكل وسائله هو القادر على الوصول إلى المواطن العربي في أي مكان داخل الوطن العربي على مدار الـ 24 ساعة. بس قبل الإعلام يجب أن يكون هناك، يجب أن تكون هناك رؤية، يجب أن يكون هناك فكر، ويجب أن تكون هناك قيادات مؤمنة بالفكر القومي. ودوت حضرتك هيبقى صراع طويل، لكن هو صراع في تقدير يجب أن نخوضه، لأنه إحياء الفكر القومي في العالم العربي هو الخلاص الوحيد من تأثيرات والمؤثرات الأجنبية والإقليمية على العقل العربي. طبعا اسمح لي، حضرتك أشرت العراق، اسمح لي أن أنا يعني أشيد بالدور البطولي للجيش العراقي وللشعب العراقي في الوقوف في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وتنظيم داعش الإرهابي هو أحد نتائج الربيع العربي، صحيح، وهو أحد نتائج التدخلات الإقليمية في الشأن العربي. رجاء، لكن عموما مسألة إحياء الفكر القومي العربي إن كانت مسألة حيوية لكنها ستتطلب عملا دؤوبا، أكيد، لكن الأهم من ذلك تتطلب قيادات تؤمن قلبا وقالبا، أكيد، بالقومية العربية وبالفكر القومي. أكيد. يعني الحقيقة معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات والاستفادة في شرح الوضع اللي كان موجود خاصة لثورة 30 يونيو. شكرا. وأنا هستأذنكم هنا جميعا قبل أن نختم أن نعود لصلاح جاهين عندما قال في أحد أبياته هنا: اسمحوا لنا أن يتوقف الشريط ونعود بالمشهد، عودوا إلى 30/6 وتذكروا هذه المشاهد، خروج شعب مصر عن بكرة أبيه بكل الأطياف إلى الشارع المصري لكي يعلنوا بأنهم يعني يريدون أن تبقى مصر حرة بهويتها وبكيان مصر الذي تعرفونه. نتمنى لمصر والعالم العربي بإذن الله أن نمشي إلى خطوات دائما في الإصلاح. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. بشكرك مرة ثانية معالي السفير. شكرا. وهذه اللحظة التاريخية 30 يونيو ستبقى في التاريخ وستحمل دائما هذه الكلمة: تحيا مصر وتصبحون على ألف